السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي في كل مكان أهلا وسهلا بكم، معاكم كينج شيف. النهاردة هنقدم لكم أكلة جميلة ومميزة جدا. إحنا هنقدم لكم صوابع السمك كريسبي، صوابع السمك الفليتو كريسبي، وريت الأطفال واللي ما بيحبوش ياكلوا السمك كتير عشان العظم اللي في السمك والتفصيص والكلام ده كله. فالنهاردة هنقدم لكم أكلة سهلة وجميلة جدا. احنا عامه انا وريت لكم قبل كده طريقه ازاي احنا نعمل السمك الفليتو او نجيبه فليتو او نشتري فليتو من السوق على طول، مفيش مشكله. ممكن نعمل البلطي وممكن نعمل البوري وانواع اسماك كتير واللوت وانواع اسماك كتير ممكن احنا نعملها فليتو. ممكن التونه تتعمل طبعا الشرايح دياتي والصوابع دياتي. النهارده احنا عندنا السمك ده انا جايبه جاهز، جايبه سمك فليتو جاهز. اتمنى يا جماعه قبل كده ما نخش كده في طريقه التحضير بتاعنا، اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة، اللي فعل زر الجرس فعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد، وتابعونا دايما هتلاقوا عندنا كل جديد. السمك احنا قلنا هنقطعه صوابع، بس قبل ما نقطعه صوابع هقول لكم اللي احنا عاوزينه ايه. احنا محتاجين دقيق عشان نحط فيه السمك، وعلى فكرة الصوابع اللي بعملها دي بتبقى مقرمشة جدا. عاوزين ثلاث بيضات، عاوزين ثلاث معالق نشا كبار، عاوزين نص معلقة صغيرة بيكربوناتو الصوديوم او صودا، تمام. عندنا فصين ثوم مهروسين، ربع معلقه فلفل صغيره، عندنا معلقه ملح صغيره، عندنا معلقه كمون. ويلا بينا نقطع السمك بتاعنا صوابع عشان نجهزه للقلي. طبعا السمك بتاعنا سهل ان هو يتقطع صوابع زي ما انتم شايفين كده. السمك مش فيه تقطيع ومش اي حاجه، ان احنا نقطعه صوابع مربعه يعني سنتي ونص او 2 سنتي، داير ما يدور بيبقى جميل جدا. وبرضه نقطع القطع دي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا قلت لكم مع السمك ده قبل كده، السمك ده بتاع ميه حلوه، والسمك ده سمك بيجي من فيتنام، بيجي هنا مجمد في اليونان وفي دول اوروبا اكيد كلها، لان طبعا السمك ده بيبقى رخيص عن اسماك كتير هنا. فالسمك ده اسمه بنجوز. السمك ده عامة انا مش ملوش طعم وماهوش فكه في الاكل، ماهوش زي الاسماك بتاعتنا. يعني انا عندي انا مثلا طعم البلطي بيبقى كان السمك ده، بس عشان السمك ده موجود عندي فطبعا لازم نعمله، وعشان نعمله لازم نديله طعم ونديله نكهه. النهارده احنا بنعمله بنكهه مميزه، نكهه الثوم مع البيض طبعا، وبيبقى مقرمش بطريقه ملهاش يعني مسيت، يبقى جميله جدا. وهتشوفوا دلوقتي الطريقه بتاعتنا. احنا بكده قطعنا السمك كده، احنا قطعنا السمك وجهزناه. دلوقتي احنا نبدا نجهز السمك بتاعنا. طبعا السمك عندنا متقطع جاهز، هننزل عليه الاول في البهارات، طبعا الثوم والملح والكمون، وهنقلبه كويس مع بعضه. وبكده احنا هنسيبه في التتبيله ديت، التتبيله الجميله ديت هنسيبه كده على الاقل ربع ساعه عشان ياخد التتبيله والنكهه دي. هنرجع لكم تاني بعد ربع ساعه. وبكده بعد ربع ساعه، بعد ما السمك بتاعنا احنا تبلناه كويس، ده عندنا ثلاث بيضات هننزل عليهم بالنشا، وهننزل عليهم بالبيكربونات، وهنضربهم كويس قوي مع بعض. زي ما انتم شايفين كده الخليط بتاعنا بيبقى تقيل شويه يا جماعه، ما بيبقاش خفيف قوي عشان يمسك على قطع السمك الفليتو بتاعتنا. دلوقتي القطع هي صوابع الفليتو بتاعتنا، ننزل بقى كده
وبعدين هننزل فيها بالدقيق. هنقلبها كويس، نكبسها في الدقيق كويس، ونرجع تاني ننزل في البيض. ونرجع تاني ناخدها مرة أخيرة في الدقيق زي ما انتم شايفين كده، وحطها في الدقيق كتير عشان تشبع الخلطة بتاعتها. وبعد كده ببدأ أجهزها إن أنا طبعا بعد كده أنزل بها في المقلة على طول. ودلوقتي هتيجوا معانا وإحنا بنقليها وتشوفوا إحنا بنقليها إزاي. طبعا بنحط أكتر من قطعة مع بعض وبنكرر العملية ديت باستمرار. هنعمل الكمية اللي عندها كلها وهنرجع معاكم تاني. وبكده اصدقائي احنا كل مكان حطيت الزيت بتاعي على النار وبدا ان هو يسخن. وعشان احنا نوفر في الزيت وكنا يعني على قدر الامكان نعمل اقتصاد شويه، احنا بنستخدم قلايه صغيره. ومن هنا ورايح يا جماعه نبدا نستخدم قلايه صغيره، لازما السمك بتاعنا على الاقل يبقى نصه في الزيت. وطبعا الزيت زي ما انتم عارفين مكلف جدا. وكمية السمك اللي عندي طبعا جهزتها كده زي ما انتم شايفين، وهنبدأ دلوقتي نقليها في الزيت الغزير ده عشان تبقى مظبوطة معانا. طبعا هنستنى اهم حاجة اما الزيت يسخن عشان الكفر بتاعنا ما يقعش. لازم الزيت يسخن يا جماعة، في القلي السمك ده مهم جدا جدا ان الزيت يسخن عشان الكفر بتاعنا ما يقعش من على السمك. زي ما انتم متابعين كده واللي بدا يسخن، وعشان طبعا نتاكد اكتر نعمل اختبار صغير خالص. احط نقطه ميه، ده اسرع اختبار عشان نعرف ان الزيت سخن ولا لا. لو طق على طول كده هنعرف ان هو الزيت سخن كويس. لسه عاوز سنه كمان يعني، يا دوبك مفيش بدا يقول اهوتي. كده الزيت سخن معانا، وبرضو هنعمل التجربة بتاعتنا تاني. بس اهم حاجة يا جماعة ان واحنا بنحط نقطة المية دي ما نكترش المية عشان ما يضربش في وشنا جامد. نحط ورق نقطة مية صغيرة كده نعرف الزيت سخن ولا لسه، وفي نفس الوقت ما نستناش اما الزيت مثلا يدخن معانا. وقتها نبدأ ننزل بشرايح السمك. زي ما انتم شايفين كده ما تاخدش حاجة شرايح السمك وهي بتتقلى بالطريقة دي. زي ما انتم متابعينا كده ما تاخدش حاجه في القليه خالص. طالما ان الزيت سخن بتطلع بسرعه معانا. شايفين يا جماعه بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه جميله جدا. اتمنى انتم تجربوا الطريقه وتقولوا لي رايكم فيها. وفي نفس الوقت احنا يا جماعه بنعمل الطريقه دي كده السمك من جوه بيستوى وبيبقى طري، يعني السمك من جوه بيبقى مستوي وبيبقى طري معانا. وان شاء الله هعملها لكم برضو الطريقه ديت السمك البلطي في مصر عشان ما تقولوش برضو احنا جايبين اسماك مش موجوده. واذا ما عودتكم دايما معانا احنا بنطلع السمك من الزيت اهو، بنطلع قطع السمك من الزيت زي ما انتم شايفين كده. وفي نفس الوقت احنا لازم نحط قطع ثانيه في الزيت عشان ما يتحرقش معانا.
لازم الزيت يغلي على حاجه تكون فين، لكن لو احنا طلعنا السمك كله مره واحده من الزيت، الزيت هيغلي عليه فيغلي على بعضه، ولما يغلي على بعضه بكده يبدا ان هو يتحرق. الزيت يتحرق واي رواسب فيه تانية تتحرق، وعشان كده في ناس كتير وهي بتقلي بلاقيهم ان هما الزيت معاهم بيسود. طب بيسود ليه؟ ما عشان كده، عشان احنا ما ادناش ما سبناش الزيت يغلي في حاجه، او ان هو حاجه يغلي فيها. الزيت لو ما ادناش حاجه يغلي عليها هيعمل ايه؟ ما هو الزيت هيتحرق، هيغلي في بعضه هيتحرق. طبعا السمك ده بيستوى بسرعه جدا جدا، لان زي ما انتم شفتوا كده السمك الفيليتو ده ما فيش فيه دم خالص يا جماعه، بيبقى مخلي. اتمنى دايما ان انتم تتابعوا الفيديو كل اللي احنا بنعملها، ومعلش بقى طولت عليكم الفيديو ده شويه عشان تشوفوا الطريقه بتاعتي كامله. وما تقولوش الشيف حسام يعني ما صورناش الفيديو كله، بالرغم ان هي بدات اعمل فيديوهات قصيره، بس في الحاجات المميزة هعملها لكم كاملة عشان تتابعوا وعشان تستفادوا وعشان الناس تتعلم. أهم حاجة غرضنا إن احنا الناس تستفاد من الفيديوهات اللي احنا بنقدمها. الأكلات المعتادة دايما هعملها فيديوهات قصيرة جدا، لأن احنا كلنا عارفين يعني مثلا زي طبقة العدس اللي قبل كده، الفاصوليا، الأكلات دي كلها تبقى أكلات سريعة، ما نطولش عليكم فيها إن شاء الله، لان انتم متعودين وكلكم بتعرفوا تعملوها، بس كل واحد له طريقته. ممكن مثلا تاخدوا مثلا لقطه صغيره مني او لمحه صغيره تستفادوا بمعلومه. فاتمنى دايما ان انتم تستمتعوا بكل الفيديوهات اللي احنا بنقدمها، وزي ما قلت لكم ان شاء الله كلها اسبوعين وهكون موجود في مصر ان شاء الله، وهنعمل هدايا وجوائز كتير لكل المشتركين وكل المتابعين معانا في كل الفيديوهات. والعروض الاولى لما نكون عاملين عرض اول، وبالذات لما نعمل بث مباشر، هنحاول نعمل 3 ايام كل اسبوع نعمل بث مباشر، وفي البث ده احنا ان شاء الله هنقدم فيه جوائز على طول، جوائز فوريه على طول. بعد ما البث يخلص بنص ساعه هنزل على طول على المنتدى الاسامي الناس اللي كسبت معانا الجوائز، كله هيكسب معانا ان شاء الله. يعني حتى اللي هيدخل معايا متاخر هيكسب معايا، اللي هيخش معايا من اول العرض هيكسب معايا. الجوائز بتاعتنا هتبقى يا جماعه 300 مشاهده اللي هيحضر العرض من اوله لاخره، 300 مشاهده اللي هيحضر العرض من اوله لاخره، والعرض من اوله لاخره هيبقى يعني ساعتين ان شاء الله. وبكده نقدر ان احنا ننفع الناس، يعني 300 مشاهده ننزلهم لاي واحد يحضر العرض كله. طيب هتقول لي يا شيف، طب مثلا في حد مثلا هيحضر مثلا نص العرض، او حضر مثلا الثلث الاخير من العرض، هيبقى برضه له 100 مشاهده، واللي حضر من نص العرض هيبقى له 200 مشاهده. كده كل 40 دقيقه هتبقى معايا، هتبقى لها يعني تقديرها. واللي هيحضر معايا 15 عرض مستمرين هديله ان شاء الله 500 مشترك، وده كل الناس اللي عاوز تفعل قنواتها وعاوز ترفع قنواتها، طبعا ده مهم جدا ليهم. انا طبعا وانا بقلي السمك كده بسرعه، طبعا قلت اما اتكلم معاكم عشان تستفادوا وعشان نفيد بعض وعشان اقول لكم على اللي عندي. واتمنى ان انتم تتابعوا الفيديو وتشوفوه الاخر عشان تستفادوا. الناس اللي مش هتتابع الاخر مش هتستفاد، وهنزل برضو المنتدى برضو، وهبقى اقول للناس على يعني على الهديه ديتي وعلى الجوائز. اتمنى دايما ان انتم تتابعونا وتتابعوا المنتدى. واستنونا دلوقتي لما نحط السمك في طبق التقديم ونقدمه لكم، لان معاك اللي قدامي حاجه بسيطه، السمك يعني قرب يخلص اهو، لسه قدامي قليه ولا اتنين وخلص. يلا تابعونا حبايبي. وبكده اصدقائي وحبايبي في كل مكان، ده شكل السمك بتاعنا، صوابع السمك المقرمشه الفليتو. اتمنى ان هي تعجبكم، اتمنى كل الفيديوهات اللي احنا بنقدمها تعجبكم، وكل متابعنا ويتابع الفيديو لحد اللحظه ديت وشاف الجمال والروعه ديتي ما ينساش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصل منها كل جديد، وتكتبوا تعليقاتكم وتقولوا دايما ايه رأيكم في المحتوى اللي احنا بنقدمه. وشكرا لكم جميعا، كان معاكم كينج شيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.